احنا موجود معانا على التليفون سيادة العميد أكرم عبد المقصود، ده شقيق الشهيد عامر عبد المقصود نائب مأمور مركز كرداسة ومذبحة كرداسة. طبعا يعني اللي احنا تابعناها مش عارف يعلق عليها يقول ايه، يعني كانت مشاهد مؤلمة قوي. يا سيادة العميد اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم فندم. وعليكم السلام، عزائنا لحضرتك وللأسرة كلها، والحقيقة يعني مصر كلها والله العظيم ثلاثة قلبها توجع وهي شايفة المشاهد دي. احنا قلبنا موجوع كلنا يا أستاذة. اللي حصل خيانة وغدر وكفر، ناس بتمثل بجثث كفر. إسلامنا ما قالش كده خالص، إسلامنا ما قالش ان احنا نمثل حتى بالجثث، ما قالش ان احنا نسحل الناس في الشارع كده. ناس بتدافع عن مكان شغلها، ناس حلفت قسمت يمين انها تدافع عن ارض الوطن وتدافع عن الارض دي وتدافع عن البلد دي، يحصل فيهم كده. انا من عند حضرتك بوجه رساله للسيد وزير الداخليه اللي هو محمد ابراهيم، بقول له يا فندم يعني لحد امتى ضبط النفس؟ لحد امتى؟ مين اللي هيقع اكتر من كده؟ هيقع مين تاني؟ عايز مين تاني يقع؟ ضبط نفسي ايه بقى؟ ضبط نفسي لمين؟ مع مين؟ مع مين؟ دول ناس، دول قتلة، دول مجرمين، دول كفرة، دول ما يعرفوش حاجة خالص في الدين. انا بناشد كل الناس المسؤولين، بناشد من اول الدكتور ببلاوي، بناشد وزير الداخلية، بناشد الفريق السيسي، يا فندم الحقنا، الحقونا يا ناس، الحقونا. الناس دي بتعمل فينا، بيدبحوا فينا، بيدبحوا الناس. طب انا عايزه افهم حاجه يا سياده العميد، حضرتك كنت بتقول دلوقتي انا بقول لوزاره الداخليه او لوزير الداخليه لامتى ضبط النفس. حضرتك في 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 موقع الاحداث بتتعامل، واحنا كنا متابعين بيان الداخليه بيقول انه هيتم التعامل بالذخيره الحيه وبكل حزم وقوه، وده في اطار طبعا حضرتك لسه بتتكلمي على ميدان رمسيس. ايه اللي بيحصل في ميدان رمسيس؟ ما هو ده اللي مجننا، يعني اذا كان التوجيهات موجوده ليه ما بيتمش التعامل؟ طب يعني الناس موجوده، طب ما يعني انتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ عايزين ايه اكتر من كده يعني؟ دول ماشيين بيضربوا نار على الناس، وحضرتك لسه بتكلمي وبتقولي ان هم بيضربوا على الناس في البلكونات وفي الزمالك على كوبري مايو وعلى الناس كلها. ده الناس مش قادره تفتح شباك ولا قادره تبص ولا قادره تعمل اي حاجه. يا فندم الحقونا. يا وزير الداخلية، لحد امتى ضبط النفس؟ طب هي الحكومة مش اعلان القانون طوارئ وفي حظر تجول يعني ايه؟ المفروض الناس دي يعني الحاجات دي تفعل شوية. طب في تصور حضرتك ليه ده ما بيتمش تفعيله؟ يعني في حسابات، في تخوف من الامور تخرج عن السيطرة. لسه الحكومة خايفة. الحكومة خايفة برضو من جمعيات حقوق الانسان والكلام الفاضي ده. الناس اللي كانت بتنادي بالسلميه وتنادي بالكلام ده، سلميه مع مين؟ طب الحكومه خايفه ولا افراد الشرطه اللي موجودين في الشارع رغم ان عندهم التوجيهات قلقانين وايديهم مرتعشه، خايفين بقى يدخلوا في قضايا قتل متظاهرين؟ لا، ايديهم مغلوله. سيبك من قضيه قتل المتظاهرين، الناس دي ايديهم مغلوله لسه برضه، الناس دي امكانياتها محدوده. انا كنت بكلم اخويا الشهيد قبل ما يموت بحوالي نص ساعه، وقال لي ان هو متصاب، قلت له اجيلك، قال لي اوعى تيجي، اي حد ضابط شرطه او ضابط جيش بيخش البلد بيموتوه. الناس دي معاهمش ذخيره، معاهمش سلاح كافي، وبعدين الناس بتهاجم باعداد كبيره جدا. مين اللي يقدر عليهم؟ لازم ناس تبقى ناس معاها سلاح ووفره. ناس يعني قول لي موضوع الاسلحه الاليه اللي احنا شايفينها في الشارع اليومين دول، وظباط الشرطه عندهم ايه اللي بيبقى ماسكه في ايده وهو واقف بيتعامل في الشارع وقدام اسم شرطه؟ انا ما بفهمش كتير في الكلام ده، انا ما اعرفش انتوا بيبقى معاكم ايه. الشرطه في ايديه طبنجه مداها 50 متر، وهو معاه بندقيه لحد 400 و600 متر. في فرق. معاهم رشاشات، معاهم جرينوف بيوصل لحد 1000 متر. مركز كرداسة مضروب بار بيجي، مضروب بقاذف صاروخي، مضروب ومتبهدل. طب ده اللي بيبقى في ايد ضابط الشرطه، لكن اللي في اسم الشرطه ايه اللي موجود يعني؟ معهوش يا فندم، برضه هو اكتر حاجه مسدس وبندقيه، برضه البندقيه دي مش مع كل الناس، مش متوفره مع كل الناس. في مخزن سلاح في كل اسم شرطه، ايه المتاح؟ السلاح محدود، والسلاح غير كافي برضه. السلاح غير كافي، والاعداد بتاعت مركز الشرطه الاعداد دي محدوده برضه. ده ناس خدميين اصلا.
ناس عشان بيعمل محضر، عشان بيعمل بطاقة، عشان الناس خدميين، ما هماش مش بتوع فاض. طب انت حضرتك يا سيادة العميد لما بتفكر ليه الناس دي بتستهدف اقسام الشرطة بالشكل ده وبتغتال القيادات؟ عايزين يكسروهم زي ما كسروهم يوم 28 يناير يا فندم. عايزين يكسروهم تاني. عايزين يكسروهم تاني زي ما كسروهم في 28 يناير. بس لما يبقى واضح عندنا ان اختيار اليوم النهارده واختيار اسمه ان جمعه الغضب عشان نفتكر اللي حصل في اليوم ده، تمام؟ ولما يبقى بيتقال دايما احنا وبيتم اعلان ده هنقوم باستهداف مراكز الشرطه، وده بيحصل بالفعل وشفنا كام مركز شرطه نار تم استهدافه، انت مش شايف حضرتك انه يعني احنا عارفين وانتوا عارفين وليه ما بيتمش تامين اسامي الشرطه دي ونبقى واخدين بالنا وعاملين حسابنا؟ سواء من حضراتكم او حتى يعني الجيش يساعد يامن اقسام الشرطه، هتبقى صعبه ان اسم الشرطه يبقى واقف قدامه جيش. يا فندم انا بكلمك كمواطنه عاديه بفهم معاك. ايوه يا فندم دلوقتي الناس يعني الموضوع السيناريو بيتكرر تاني. طيب سيناريو ان مهاجمه اقسام الشرطه عشان عايزين يكسروا الشرطه تاني. تمام تمام. لازم يا فندم يبقى في قوات قريبه من مراكز الشرطه، من مديريات الامن، قوات دعم، قوات خفيفه حركه تتحرك بسرعه عشان تنجد الناس دي. لازم تبقى في اماكن قريبه. طب انا في اماكن يعني مركز كرداسه ده حضرتك عشان توصلي له بتعدي على طرق غريبه جدا، يعني هو طرق محدوده جدا، يا اما من على المريوطيه يا اما من ناحيه محور ثروت. والطرق دي انا بقول لحضرتك وانا رايح ادور على اخويا بعد ما عرفنا ان هو استشهد، رايح ماشيين في طريق عباره عن متاريس، حاطين متاريس في الشارع، راميين جذوع نخل وحاطين حجاره وفي كل حته في لجان شعبيه وناس بشكلها يعني استغفر الله العظيم، ناس متحفزه لاي حد انها ممكن تموت اي حد في الشارع. سيادة العميد حضرتك شرطه ولا جيش يا فندم؟ جيش يا فندم. قوات مسلح. طيب ايوه فندم. يعني انت شايف انه في الخدمه لحد السنه اللي فاتت يا فندم وانا طلعت دلوقتي في المتقاعد، يعني انت عارف حضرتك بمناسبه الخدمه والكلام ده انه في دعوات دلوقتي ومن خبراء امنيين انه يتم استدعاء الاحتياطي للقوات المسلحه، يعني فعايز اسالك رايك ايه، وهل شايف ان الامن عندنا جيش وشرطه قادر انه يكفي ويتعامل مع اللي بيحصل في الشارع ولا محتاجين حاجه تانية؟ الامن كافي يا فندم، يعني القوات اللي موجوده في الشارع ديت كافيه. انا ما بقولش مش اخوات الجيش طبعا، انا ما اعرفش الشرطه تعدادهم ايه، انا بس يعني يتعاد تنظيم بس في جبهه ثانيه مفتوحه اللي هي سينا يا فندم. قوات اللي في سينا يعني بيأمنوا في سينا. القوات اللي موجودين في سينا قادرين ان هم يأمنوا. انا بتكلم على القوات المنتشره عندنا دلوقتي في القاهره. القوات الجيش دلوقتي اللي موجودين ماسكين محاور، ماسكين نقط تمركز كويسه، متمركزين في اماكن كويسه. تمام؟ عشان يقللوا التحركات، لكن في ما يقدرش مثلا ينزل يقفل شارع رمسيس ولا يقفل ميدان رمسيس، ما ينفعش. البلد هتقف. تمام؟ لكن قوات الشرطه لازم تبقى موجود، قوات تبقى يعني حاجه قريبه، حاجه تتحرك بسرعه، حاجه تبقى موجودين عشان يروحوا ينجدوا الناس دي. سيادة العميد أكرم عبد المقصود شقيق الشهيد طبعا عامر عبد المقصود نائب مركز كرداسة، أنا بشكرك شكرا جزيلا وعزائنا لحضرتك مرة تانية ولكل الشعب المصري في كل شهيد ومصاب بالتأكيد يعني في الأوقات العصيبة اللي احنا بنتعامل معاها. أنا بشكرك يا فندم على وجودك معنا، شكرا لحضرتك. احنا دلوقتي قدرنا يبقى معانا سيادة السفير عبد الرحمن صلاح سافرنا في تركيا واللي رجع للقاهرة النهاردة يمكن من ساعات، وبرحب بحضرتك معانا يا سيادة.